كف ايدك بيوجعك قوي والمنطقه دي مضايقاك وصباعك ده واي حد بيستخدم الموبايل صدقني التمرين ده هيكون مفيد ليك. ليه؟ بسبب كتر مسكه الموبايل دي ففي اوتار هنا بتبقى ضعيفه وضعفت بسبب كتر استخدامها. فهقول لك دلوقتي على مجموعه تمارين مهمه جدا ليك وليكي، مهمين جدا لازم تعملوهم. اول تمرين بص صباعي ده هيجي كده قدام هنا كده واقفل عليه جامد واشده كده، يعني بص وانا كوعي متني وبشده كده، فانا كده ضغطت على الاوتار اللي هنا كلها اهو والعضلات اللي انا شغلتها. تاني اهو ايدي كده اهي واقوم شادد كده وجايبه كده اهو، تاني اهو بقفل كده وبشد كده قوي تمام. الشكل اللي بعده ايدي هتبقى مفتوحه واقفلها، بصوا اهو زي بوز البطه كده اهو، بصوا اهو وافتح قوي واقفلها، افتح قوي واقفلها، افتح قوي واقفلها، كوعي متني بفتح قوي واقفلها. الشكل الثالث ايدي مفتوحه قوي، صوابعي دي هتقفل كده بس وهتفتح لفوق اهو، صوابعي دي هتقفل كده وتفتح اهو، تفتح وده مشدود. الشكل اللي بعده صوابعي دي هتتلم كده بالتكنيك ده وبعد كده اقفل عليها صوابعي اهو اكني بلعب بوكس اهو، بقفل كده اكني بلعب بوكس، بعد كده هتتنى بص كده وبقفل عليها جامد وبشدها قوي، واحد اهو اثنين ثلاثه جامد، بصوا ايدي بترعش ازاي اهو، اربعه جامد جدا ماشي. بعد كده ايدي اهي هتقوم قافله على دي وشاددها، بص كوعي بص ساند على دراعي اهو وبشدها قوي اهو اهو وبشدها قوي تمام. بعد كده بصوا اكني بسبح صباعي ده هيجي هنا واحد واعمل كده اثنين، بصوا بيعمل ازاي ثلاثه اربعه وارجع تاني واحد، بصوا ازاي اثنين بمشيه عليها ثلاثه اربعه، بعد كده ايدي هتعمل كده واحد واقفل قوي خمس ثواني واثبت اهو اثنين واثبت قوي والورا ثلاثة اهو اربعة واقفل جامد واقفل على صبعي جامد خمسة، ويفضل ان انا بخلي صبعي ده لجوه احسن اهو ستة كده احسن اهو سبعة تمام. الشكل اللي بعده ايدي اهي تبقى كده اهو واحد والفوق وصبعي ده تحت برضه اهو اثنين لفوق قوي كوعي متني ثلاثة اهو بصوا اربعة اهو خمسة لفوق. بعد كده هعمل استرتش جامد جدا عليها اهو قوي، بعد كده استرتش لتحت قوي عشان افك الضغط هنا تمام، بعد كده دايره خفيفه في الاخر، بعد كده اكني بشد صوابعي اكني بشد صوابعي لبره، بصوا اكني بشد صوابعي لبره اهو، هشد صباع صباع بشده لبره اهو بس. ودي كانت مجموعه تمارين سهله وبسيطه اي حد ضروري جدا يعملها لو انت بتستخدم موبايل. اتمنى الحلقه تعجبكم وشكرا ليكم.